يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يثني أو يحني رأسه إثناءة خفيفة ليست كالركوع وذلك من باب التحية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز حني الرأس، نوع من الركوع، هذا نوع من الركوع والتعظيم، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، يركع له ويسجد سبحانه. أما المخلوق فلا يحيى بالخضوع، إنما يحيى بالسلام والمصافحة والمعانقة إذا جاء من سفر. نعم.